من أمام مجموعة مدارس محمد الفاتح بطنجة. لا حديث لهؤلاء الآباء إلا عن قرار إغلاق المجموعة التعليمية التابعة لمنظرها فتح الله جولن زعيم جماعة الخدمة التركية. الآباء يؤكدون بأنهم لم يكونوا على علم بأن هذه المدارس لجولن وقد تشكل مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها. ما عندنا حتى شي معلومه على هذه المدرسه هذه تبع هذا السيد هذا وفين هو. ما عندناش هذا العلم هذا ما كاينش هذا الشيء هذا ارتفاع نهائيا. لا هذا الشيء ما كاينش. شي ما كاينش من المرات يخلي وليداتنا بعد على هذه السياسه وعلى هذه المسائل هذه الله يجازيهم بخير ويشوف المصلحه ديال وليداتنا. يعني نحن في حيره كامله. يعني احنا عندنا الديجا اننا كنتحملوا التكاليف قاهرة وحنا كنقري ولادنا في التعليم الخصوصي وإذا بنا يعني زادونا هما على هما وفتنة على فتن. القرار جاء بعد التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة مدارس محمد الفاتح. تحريات تؤكد على أن هذه المؤسسات تساهم في نشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية. الوزارة الوصية أوضحت أنها تأخذ في عين الاعتبار مصلحة المتمدرسين وأولياء أمورهم حيث ستعمل على إعادة توزيع كافة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المدارس في مؤسسات أخرى. تم إصدار تعليمات من طرف السيد الوزير إلى الأكاديميات المعنية لإرساء لجان جهوية اللي غتستقبل الآباء وتفسر لهم الوضع ثم بعد ذلك اللي غتقوم بالمصاحبة ديالهم والمساعدة ديالهم وتقديم جميع أنواع العون للتسجيل في المؤسسات التي يختارونها في الجوار حسب مقر السكنة ديالهم أو حسب اختياراتهم. اتصلنا بإدارة مجموعة مدارس محمد الفاتح بطنجة لأخذ تصريح من مديرها وللوقوف على طبيعة المقررات التي يتم تلقينها للتلاميذ إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح بدعوى أنه لا يتواجد بالمؤسسة. جدير بالذكر أن مجموعة محمد الفاتح تتواجد بالمغرب من خلال 7 مدارس موزعة على العديد من المدن المغربية.